رسالة هذا المؤتمر هو لتسليط الضوء على ضرورة مناهضة التطبيع، ولا سيما في ظل تهافت العديد من الأشقاء من الدول العربية والدول الإسلامية للتطبيع مع الاحتلال، رغم الهجمة الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء شعبنا من قتل وتدمير. ولذلك يعني كان لابد أن يقوم أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا يعني تجمع النقابات بمثل هذه المؤتمرات. نحن اليوم في هذا المؤتمر الذي ينفذه تجمع النقابات بصدد البحث في كيفية أن تقوم النقابات هنا في فلسطين وفي العالم العربي والإسلامي بدورها في مواجهة هذا المشروع الجديد، مشروع صهيونة المنطقة واختراقها لصالح العدو الصهيوني والمسمى بين مزدوجين بالتطبيع. هذا المشروع هو أخطر مشروع على القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية في هذه المرحلة، ويجب أن تتضافر كل الجهود، ليست النقابات والأحزاب ومؤسسات وقوى المجتمع المدني وكذلك الحكومات التي تعتقد بأن هذا العدو أو هذا الكيان هو خطر استراتيجي على الأمة ومستقبلها، لإجهاض هذا المشروع ومقاومته بكل السبل المتاحة. لذلك ينعقد هذا المؤتمر بجمعكم الكريم الإخوة والأخوات النقابيين والنقابيات. مطلوب منا نحن كنقابات، كمجتمع فلسطيني، كفصائل فلسطينية، أن نقف في وجه هذا التطبيع سدا منيعا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بأن يكون هذا العدو يسرح ويمرح في أرضنا العربية والإسلامية ولا حسيب ولا رقيب، وهو يعيث فسادا إجراميا شاهدناه الليلة الماضية وشاهدناه.